علاج التهابات الجيوب الأنفية، لابد أن نقسم التهابات الجيوب الأنفية إلى أشياء تتعلق بالحساسية أو أشياء يعني فيها التهابات بكتيرية. الالتهابات البكتيرية تعالج بالمضادات والغسول الأنف بالماء والملح. بالنسبة للحساسية، المريض يعني يجب أن يعطى علاج كورتيزون. الكورتيزون هذا موضعي. الكورتيزون هو مهمته معروفة بإزالة الالتهاب الموجود، وكذلك الموية غسول الماء والملح لإزالة الترسبات والإفرازات الموجودة الثقيلة. وأما بخصوص الأمور التي تتعدى الالتهابات الجيوب الأنفية والتي تتطور فيما بعد للتدخل الجراحي، فالتدخل الجراحي الآن أصبح يعني تقنيات باستخدام المنظار، لم يعد هنالك يعني مجال للفتح الخارجي او زي ما يقولوا التقليدي. الان بوجود المناظير بجميع درجاتها، يستطيع الطبيب انه يجري حتى تصريف للالتهابات هذه في جراحات اليوم الواحد اذا استدعى الامر، بامور يعني الحمد لله متيسره، وقد يعني الطب تطور فيها كثيرا.